معلوم أن قبور الأنبياء لا تأكلها الأرض، فأجسادهم تبقى طرية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غيرهم فإنها تؤكل، بمعنى أن الأرض تأكل أجسادهم، لكنهم يختلفون من حيث الزمن. ولذا جابر رضي الله عنه يقول: لما أخرجت أبي أخرجته بعد 6 أشهر، لم تطب نفسي أن أدعه مع رجل آخر، فأخرجته بعد 6 أشهر فلم أرى فيه إلا تغيرا في أذنه. ولا أدل من قصة عروة لما وسعوا المسجد النبوي من جهة الشرق، فإنهم رأوا قدما فارتابوا فيها، فقال: إنها قدم عمر، فظلت باقية. فبعضهم يختلف في بقاء جسده في الأرض من حيث الزمن. وكلما كان الإنسان أخلص وأعبد وأتقى لله، كلما كان جسده أطول، من باب التكريم له. وهذا القول مستنده ما ذكرنا من قصة جابر، من قصة عمر.